مشاهدي تلفزيون مستقبل أوروميا، نحييكم أينما تكونوا، نقدم لكم حصاد هذا الأسبوع وإليكم المقدمة. رئيس المجلس الانتقالي السوداني عبد الفتاح البرهان يزور القوات السودانية المتمركزة على الحدود السودانية الإثيوبية في منطقة كدارفة السودانية برفقة مسؤولين كبار في الدولة السودانية بعد الأحداث الأخيرة التي وقعت هناك بين الجيشين السوداني والميليشيات الإثيوبية. اتهم المتحدث باسم وزارة الخارجية الإثيوبية السيد دينا مفتي الجيش السوداني بنهب الممتلكات التابعة للفلاحين الإثيوبيين في الأراضي الإثيوبية حسب قولهم. أعلنت جمهورية مصر العربية ولأول مرة وقوفها مع جمهورية السودان التام لمواجهة ما أصمته بالاعتداءات الإثيوبية ضد الأراضي السودانية حسب البيان الذي أصدرته وزارة الخارجية المصرية يوم أمس الأول الجمعة. أصدرت لجنة الانتخابات الإثيوبية بيانا أمهلت فيه قيادة جبهة تحرير الأورومو OLF لمدة شهر لعقد مؤتمرهم العام لاختيار قيادة جديدة ليتمكنوا من خوض الانتخابات العامة المزمعة إجراؤها في العام المقبل في أثيوبيا. تدر شركة هاواي تكنولوجيز القيام بمزيد من الأعمال في إثيوبيا فيما تفتح الدولة الواقعة في شرق إفريقيا قطاعها للاتصالات أمام الاستثمارات. وكان هذا هو الموجز، وإليكم الأنباء بالتفصيل. رئيس المجلس الانتقالي السوداني عبد الفتاح البرهان يزور القوات السودانية المتمركزة على الحدود السودانية الإثيوبية في منطقة كدارفة السودانية برفقة مسؤولين كبار في الدولة السودانية بعد الأحداث الأخيرة التي وقعت هناك بين الجيش السوداني والميليشيات الإثيوبية. اتهم المتحدث باسم وزارة الخارجية الإثيوبية سيد دينا مفتي الجيش السوداني بنهب الممتلكات التابعة للفلاحين الإثيوبيين في الأراضي الإثيوبية حسب قوله لإذاعة بي بي سي أول أمس. ومزيد من التفاصيل في التقرير التالي. زار القائد العام للقوات المسلحة السودانية الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي وعدد من القيادات العليا بالقوات المسلحة السودانية منطقة القضارف القريبة من الحدود السودانية الإثيوبية والتي تعرضت فيها القوات السودانية لهجوم مباغت من الميليشيات الإثيوبية المتمركزة هناك، والتي راح ضحيتها عدد كبير من أفراد الجيش السوداني المتمركزين هناك. هذا وأعلنت جمهورية السودان بأنها تقدمت بشكوى للاتحاد الإفريقي بوقف هذه التعديات المتكررة من الميليشيات التابعة لأقليم أمهارة والتي يعتقد بأنها تتلقى دعم من القوات المسلحة الإثيوبية المتمركزة هناك. في أول موقف رسمي قال رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد أن حكومته تتابع انكسب الحادثة التي وقعت على الحدود الإثيوبية السودانية، مشيرا أن مثل هذه الحوادث لن تدر بالروابط بين البلدين، بأن الحوار هو الحل الدائم لمثل هذه القضايا، وتابع قائلا من الواضح أن أولئك الذين يريدون إثارة الشقاق بين بلدينا لا يعرفون قوة روابطنا التاريخية بين الشعبين حسب قولهم. ومن جانبه أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإثيوبية سيد دينا مفتي بأن الجيش السوداني هو الذي اعتدى على المزارعين الإثيوبيين وأن الجيش الإثيوبي قام بالرد فقط على هذا الاعتداء القادم من الجيش السوداني داخل الأراضي الإثيوبية حسب قوله لبي بي سي باللغة الأورومية يوم أمس. اشترى رجل أعمال القطري عبد الله سالم السليتي سندات لسد النهضة الإثيوبي بقيمة 100,000 دولار أمريكي، وأعرب السليتي عن تمنياته بإنجاز سد النهضة بنجاح لما له من أهمية لدول المسب في عدة جوانب. وجاء حديثه أثناء استلامه لشهادة السند من سفيرة إثيوبيا لدى قطر. هذا وشهدت عملية شراء سندات سد النهضة مؤخرا إقبالا من مواطني دول متعددة تزامنا مع الحملة الشعبية الرابعة لجمع الأموال لاستكمال مشروع سد النهضة الإثيوبي. أعلنت جمهورية مصر العربية ولأول مرة وقوفها مع جمهورية السودان التام لمواجهة ما أصمته بالاعتداءات الإثيوبية ضد الأراضي السودانية حسب البيان الذي أصدرته وزارة الخارجية المصرية يوم أمس الأول الجمعة. مزيد من التفاصيل في التقرير التالي.
أعلنت جمهورية مصر العربية دعمها للسودان ضد ما أسمته بالاعتداءات الإثيوبية على الأراضي السودانية، في موقف دبلوماسي نادر وواضح موجه ضد إثيوبيا. أصدرت مصر بيانا يشجب الاعتداء على عدد من عناصر القوات المسلحة السودانية في منطقة جبل أبو الطيور على الحدود مع إثيوبيا، وهي الواقعة التي حدثت أمس الأول بعد يومين من زيارة رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك لأديس أبابا. وقالت الخارجية المصرية أن القاهرة تتقدم بخالص تعازيها للسودان الشقيق في ضحايا الاعتداء المؤسف الذي تعرض له عناصر القوات المسلحة السودانية مساء يوم الثلاثاء الماضي حول منطقة جبل أبو طيور المتاخمة للحدود الإثيوبية، والذي أدى إلى استشهاد عدد من الجنود وخلف عدد آخر من المصابين في صفوف القوات السودانية إضافة إلى خسائر في المعدات. وأكد البيان تضامن مصر الكامل مع السودان وحقه في حماية أمنه وممارسة سيادته على أراضيه وشجبها لهذا الاعتداء غير المبرر. وأضاف البيان أن مصر تتابع بمزيد من القلق تلك التطورات الميدانية الخطيرة وتأثيرها على الأوضاع الأمنية لعدم تكرار وقوع مثل تلك الأحداث مستقبلا بحق السودان. وما زالت المفاوضات الثلاثية بين مصر والسودان وإثيوبيا حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي متوقفة منذ الشهر الماضي بعد عدم اتفاق الأطراف الثلاثة على كيفية استئناف المفاوضات تحت رعاية الاتحاد الإفريقي وتعليق السودان مشاركته في المفاوضات مع غياب الإرادة السياسية للتوصل إلى حل. أصدرت لجنة الانتخابات الإثيوبية بيانا أمهلت فيه قيادة جبهة تحرير الأورومو المعروفة بـ OLF لمدة شهر لعقد مؤتمرهم العام لاختيار قيادة جديدة للجبهة ليتمكنوا من خوض الانتخابات العامة المزمع إجراؤها في العام المقبل في إثيوبيا. والمزيد من التفاصيل في التقرير التالي. أصدرت اللجنة الوطنية للانتخابات الإثيوبية بيانا طالبت فيه جبهة تحرير الأورومو OLF بإجراء انتخابات عامة ونزيهة لأعدائها خلال 30 يوما من صدور هذا البيان. وأوضحت اللجنة الوطنية للانتخابات الإثيوبية في هذا البيان الذي أصدرته يوم أمس للجمعة الموافق 18 من ديسمبر سنة 2020 بأنهم أسقطوا دعوى الفريقين التي تقدم بها كل من أعضاء اللجنة التنفيذية لجبهة تحرير الأورومو برئاسة نائب رئيس الجبهة سيد أرارسو بيكلا ضد رئيس الجبهة سيد داوود إبسا بخصوص إبعاده من منصبه، والشكوى التي تقدم بها سيد داوود إبسا ضد هذه اللجنة لعدم مطابقتها للقوانين التي تتبعها الأحزاب السياسية العاملة في إثيوبيا حسب البيان. وكما طالبتهم في هذا البيان بأن يعود الرئيس ونائبه بالإضافة للجنة التنفيذية لجبهة تحرير الأورومو لممارسة مهامهم المعتادة لحين عقد مؤتمرهم الرابع لاختيار قيادة جديدة بموجب القوانين الخاصة للأحزاب السياسية العاملة في إثيوبيا الذي يحظر اعتماد المقاوم المسلح للاستيلاء على السلطان. ولتنفيذ هذه الإجراءات أعطتهم اللجنة الوطنية للانتخابات مهلة مدتها 30 يوما لعقد مؤتمرهم الرابع لأعدائها لكي يتمكنوا بالمشاركة في الانتخابات العامة في البلاد التي من المنتظر إجراؤها في سنة 2021. هذا ولم يصدر أي بيان من جبهة تحرير الأورومو بخصوص هذا البيان الصادر من اللجنة الوطنية للانتخابات الإثيوبية. هذا ويذكر أن جبهة تحرير الأورومو OLF تأسست في نهاية الستينات من القرن الماضي بالعاصمة الصومالية مقديشو من قبل جراء أبا قدا وملس قدا وحسن إبراهيم إلم وقلت بالإضافة للشيخ محمد القاضي الذي صمم العلم الحالي لجبهة تحرير الأورومو ومحمود الشيخ محمود بوخي الذي قام بتأسيس الشعار الخاص لجبهة تحرير الأورومو الذي تتخذه شعارا لها الوقت الحاضر. تدعو شركة هواي تكنولوجيز الصينية القيام بمزيد من الأعمال في إثيوبيا فيما تفتح الدولة الواقعة في شرق إفريقيا قطاعها للاتصالات أمام الاستثمارات. ومزيد من التفاصيل لدى الزميلة عرفت جبريل. تدرس شركة هواوي تكنولوجيز القيام بمزيد من الأعمال في إثيوبيا فيما تفتح الدول الواقعة بشرق إفريقيا قطاعها الاتصالات أمام الاستثمارات، وقال لويس تاملجو رئيس العلاقات العامة بهواوي في 22 دولة في إفريقيا
جنوب صحراء في حوار في أدباجان العاصمة التجارية لكوت ديفوار. أثيوبيا تصعد وتصبح أكثر أهمية للمستقبل، وقال إنه من المحتمل أن الشركة تتجه لفتح مكتب إقليمي يغطي نحو 5 دول من الكونغو الديمقراطية إلى أثيوبيا، حيث لديها مكتب حاليا. وأضاف أن الشركة تعتزم استغلال موقعها كموارد رئيسي للشركة أيسو المملوكة للدولة، والتي تحتكر قطاع الاتصالات للتقدم بعطاءات للحصول على فرص في البلاد، بحسب ما نقلته وكالة بلموبرج للأنباء. يشار إلى تحرير صناعة الاتصالات كانت في مقدمة ما قاله الرئيس الوزراء الأثيوبي أبي أحمد في عام 2018 إنه سيكون هناك برنامج خصخصة واسع النطاق. وكان هذا كل ما لدينا لهذا الأسبوع، إلى أن نلقاكم في الأسبوع القادم في حصة جديدة، ودمتم على خير.